عندي دورة الشهيد في ابن العاص، دورات محافظات الشرقية حدث ولا حرج. نشأة حمدي زميلنا العزيز الصحفي الكبير بروز اليوسف، هنشوف في الدورة عنده تكريمه للشهداء، وبعد كده ينضم لي اتنين من نجومنا كابتن كرم مرسي كابتن تامر عبد الحكيم، وتحليل لدوري القسمين الثاني والثالث. النهارده احنا نسميها احتفاليه في حب مصر، كل الناس في البلد جايه تحيي انتصارات ذكرى اكتوبر. شايف من خلفنا طلاب مدرسه ابن العاص اللي دايما بيدوا بسمه امل واشراق للمستقبل، ان شاء الله ابن العاص بسواعد ابنائها الشباب والصغيرين اللي شايفهم تكون دايما في مستقبل مشرف ان شاء الله. لان احنا في ابن العاص يعني الحمد لله اول مره من سنين كتير نشوف عندنا انجازات على ارض الواقع. عندنا مركز شباب الدوله كلفته اكتر من 10 مليون، في الخلفيه في مدرسه هتتم بنائها ان شاء الله خلال خمس ست شهور بكلفة الدولة في حدود 30 مليون، وعندنا تطوير المستشفى برضه قريب برضه داخل في 3-4 مليون. فاحنا حبينا نوجه رسالة للقيادة السياسية انه اهل القرية مقدرين جهود الدولة ومقدرين كل ما يبذل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ولكن الدولة حريصة انها تبني وتعمر. احنا دايما حريصين على الحضور لهذه الاحتفاليه الكبيره، لان ابن العاص دايما مشهوره بحب الرياضه وتمكين شبابها والالتفاف حواليهم. وطبعا احنا يعني في 3 شهور او 100 يوم مبادره فخامه الرئيس، فاحنا بنشكر القياده السياسيه على دعمه للشباب وايضا وزير الشباب والرياضه. وانا مبسوطه ان انا موجوده في ابن العاص، وده اللي دايما بنقوله ان مصر فعلا هي ما بتبنيش، او القياده السياسيه لا تهتم فقط بالحجر ولكن ببناء البشر، والدليل على كده مبادره بدايه مبادره بناء الانسان المصري. حدث رياضي في الشرقيه ما اعتقدش انك ممكن تشوف عدد الجماهير دي والتنظيم المحترم ده في اي مكان يعني. فهي دي الشرقيه و10 مليون مواطن، وهي دي احفاد احمد عرابي. وبقول فعلا دورة محترمة جدا، ودايما كده الشرقية ولادة كده، ويا رب كده اما الشرقية تصعد دور المحترفين ان شاء الله. اليوم جميل، انا متعود اجي الاحتفال بتاع ابن العاص كل سنة، وما شاء الله هم بيتطوروا سنة عن سنة. الاستاذ نشأت عامل حالة جميلة قوي في الدورات اللي بيعملها، والماتش كان هايل، هو كان ماتش جامد شوية بس ايه، مبروك للي كسب وهارد لك للي خسر، وهي الرياضه كده. وشايف ان الماتش كان جميل والدوره كلها حلوه والجماهير تفرح بصراحه، حاجه جميله. كرنفال عظيم ويوم احتفال رائع غير مسبوق غير مسبوق. انا بتشرف فيه وبتشرف في اهلي بلده ابو العاص، وقد ايه النهارده يوم عالمي مش يوم قروي ولا محلي.